جينا قدمنا مباشرة بعد الاجتماع اللي ترأسه صاحب الجلالة نصره الله، اللي تيهم الاجتماع اللي كان تيهم قطاع التعمير والإسكان، قدمنا البرنامج الطموح اللي غادي ينطلق إن شاء الله فاتح يناير 2024. هذا البرنامج اللي تيهم جوج فئات، أي مغربي اللي تيخضع للشروط اللي غادي يجي بها المرسوم، أي مغربي اللي بيقتني سكن رئيسي بواحد الثمن أقل من 300,000 درهم عنده الحق في واحد الدعم المباشر ديال 100,000 درهم، أي عشرات المليون سنتيم. أي مغربي اللي تيخضع عاوتاني للشروط واللي بغى يقتني سكن ما بين 300,000 درهم أي 30 مليون سنتيم أو 700,000 درهم أي 70 مليون سنتيم عنده الحق في واحد الدعم المباشر ديال 7 مليون سنتيم أي 70,000 درهم. هاد التدقيق ديال هاد المشروع غادي يجي من خلال المرسوم. هاد الشيء تيهم جميع المغاربة لا من داخل أو خارج أرض الوطن، اللي ما عندهمش ملك داخل أرض الوطن في المغرب. إذا كان مغربي مقيم في الخارج وعنده سكن خارج أرض الوطن محقه يستفيد كذلك، لأن احنا اللي تهمنا هو استثمار داخل أرض بلاده. كذلك خصو ما يكون معمره استفد من شي دعم من طرف الدولة فيما يخص السكن. وباش نجاوب على السؤال ديالك، السكن القديم لا، لأن كما قلت في الندوة الصحفية هذا البرنامج عنده جوج الأهداف، هدف اجتماعي ونجاوبوا مع حق من حقوق المواطنين، وهذا الشيء تاكد عليه سيدنا الله ينصرو، باش نحسنوا ظروف العيش ديال المغاربه، ولكن كذلك بعد اقتصادي اللي هو اقلاع واحد القطاع اللي عرف واحد الركود هاد السنوات الاخيره نظرا للازمات الاقتصاديه اللي كانت. فلذلك الهدف من هادشي هو كذلك نخلقوا فرص شغل ونقويوا الشركات المتوسطه والصغرى والمتوسطه المغربيه. شكرا للجميع.